اللي هو determination of trust ruby. determination اللي هي تحديث زي سيادتك بتروح لمين؟ الهلال الاحمر عايز تعرف مين؟ نوع القصه بتاعتك تعرف ازاي؟ او عاملين بلس ترانسفيزر لحد من قرايبك حصل له اي حاجه نجيب مش عارف ايه وعايز تتبرع لازم نعمل ايه؟ لازم نحدد نوعيه مين؟ التفصيله فدي نحددها ازاي؟ انا بجيب احنا اتفقنا يا شباب لو الانتجن بيجتمع مع الانتي بادي يحدث اجريجيشن تجمع مين؟ في النهايه بتتحط تتكسر بتبقى منقطه يعني لو لما بتتكسر بتبان في على السلايد نقط وبيبات كده كريمونز كده انت بتجيب سلايد انا هعمل السؤال بتاعي ايه؟ او قال لي الناس ديترمينيشن ازاي نحدد اللي هو تحديد نوعيه مين؟ نوعيه الفصيله فبنجيب سلايد يا شباب اللي هي جلاس سلايد يعني سلايد من الزجاج وبيبقى عندي محلول ازرق ومحلول مين؟ اصفر حاجه اسمها انتي اي وانتي بي فانت الاول اللي هو بيجيب الشخص الاول، الشخص بيجي يطهر صباعه مين؟ الكحول ماشي وبعد كده انا حاجه اسمها فينجر بريك نسخه بمين؟ في سترايد لانس في مشرب كده نسخه صباعه يعني يقوم يصح ايه؟ اوزنج اوف ذا بلاد يعني الدم ينسكب ما تخافش الدم ده دم بسيط يعني ونحط نقطه من البلاد هنا ونقطه من البلاد هنا صح. يعني حط نقطة الدم هنا ونقطة الدم هنا نقطة بلس خلاص نحط نقطة بلس على الجانبين بتوع السلايد واضحة ونيجي نحط على الجانب اليمين دوت مثلا نقطر كده تحط لي انتي ايه وهنا نحط نقطر مين ازاي تاني انتي بي يلا يا شباب يلا بسرعه وتبص بقى مين ونبص نشوف هل البلد هيبقى زي ما هو يعني البلد احمر كده زي ما هو ولا هيبقى فيه نقط لو في نقط معناها الاكسيد مين كسرت الاكسيد مين كسر ده في منظر اسمه جريني ابيرنت جريني ده جريني جريني عند جريني ابيرنت واضحه فلو لقيت مثلا ان حصل هنا حصل نقط هنا الجلد ده حصل نقط معمول ايه؟ معناها الكرات الدم دي اتكسرت الكرات الدم دي اكيد عندها مين؟ عندها اي انتيجين انتيجين ولا بي انتيجين بي انتيجين بي انتيجين بي انتيجين بي انتيجين بي انتيجين دلوقتي الشخص اللي هو الشخص اللي هو انت ايه ده قصدي انت اللي احنا جايبينه ده جايبينه شخص بي جايبينه شخص بي خلاص هل الشخص البي ده بياخد ايه؟ ما ينفعش. هل الشخص البي من دي دم ايه؟ لا. لان الشخص اللي هو البي في البلاد بتاعته عنده انت ايه؟ انت ايه دي؟ انت بتاعت ما ينفعش اديله ايه يا جماعه؟ فاذا لو حصل اجليفينيشن مع اجليفينيشن مع يعني لما حطيت انت ايه؟ يبقى الفصيله دي فيها ايه؟ يبقى الفصيله دي فيها انتيجين مين؟ ايه؟ يبقى الجروب مين؟ يعني
الجنب الخطاطة ومن الجبال. فقلنا هنا دي قيمه الدم اللي انا عملتها، انا مش عارف اصرف في ايه. ودي حطيت قلب ايه فحصل مين؟ البلد جمع وعمل كويدات. يبقى اكيد ما هو القلب ايه ده تفاعل مع مين؟ مع الايه. تفاعل القلب ايه تفاعل مع الايه؟ مع الايه. يبقى الشخص ده مين؟ ايه؟ يبقى الشخص ده ايه؟ البلد دي ايه؟ خلاص؟ طب ما فيش حاجه هنا، ما فيش حاجه حصل خالص. برضه يبقى ايه؟ يبقى ايه مرض؟ ليه هنا ما بتحصلش حاجه؟ الانتي بي يعني هو اصلا عندي هو ايه؟ يعني انا الماده دي انتي بي يعني مالهاش دواء مين؟ مالهاش دواء ايه؟ مالهاش دواء ايه؟ ايه انتي؟ طب افرضوا ان حصل اجريديشن هنا، اجريديشن مين؟ افهمها بس الاول، الاول افهمها. انت بص اتكسرت، طب وانا عند مين؟ انتي بي. عليها انتي بي. يبقى انتي بي ضد مين؟ بي. ضد البي، يبقى الشخص ده بي. افهم الاول، انت حطيت انتي ايه؟ فبص اتكسرت. يا فاهم بقى؟ يعني انا في ايه؟ انتي ضد الايه؟ يبقى الشخص ايه؟ الشخص ده ايه؟ طب لما حطيت انتي بي انتي بي والارابيس اتكسرت بي، انتي بي ضد البي. مالكش دعوه بالكلمه. طب افرض بقى الاثنين اتنيلوا. الارسيب كسرت ناحيتين. الشخص ده عنده ايه وعنده مين؟ بي. يبقى عنده مين؟ بي. ما حصلش حاجه خالص. صعبه. يا واحد يقول لها هحفظها، هتحفظوا الاثنين ليه؟ انت يعني بالراحه كده بالراحه كده. حطيت اللي هي النقطة الدم هنا والدم لما الام ايه عمل كسر معناها ايه؟ الام ايه ضد الايه؟ طب كسرت هنا معناها ايه؟ الام ايه ضد الايه؟ طب كسرت الاثنين معناها ايه وايه؟ يبقى الشخص ده عنده الايه وعنده مين؟ ايه مفيش حاجة اتكسرت؟ انا اوه واضحة؟ ياك ياك بالظبط. ده ازاي بنعرف مين؟ نعمل ديفينيشن للبطن ونجيب الشخص الاول ونجيب بعد ما نطلع صباعه ومش عارف ايه ونجيب دم هنا ونجيب دم هنا ونحط على مين؟ اصلا كل نقطه دم نحط مين؟ انتي مين؟ انتي ايه وانتي بي؟ زي الباب انتي ايه وانتي انتي بي؟ ونبص على مين؟ منظر بقى هل الباب بيفضل زي ما هو ولا يبان منظر؟ هو يبان كده منظر بعيد معناه الابسيك اتكسر فلما اتكسر هنا يبقى مين؟ ايه بس لما حطينا ان دي ايه الان دي ضد مين؟ ايه الان دي كسرت الان دي ضد مين؟ ضد الدين ضد الشخص اللي هو الدين واضحه؟ واضحه.